السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم هذا الموضوع من الموضوع اللي يعني يكاد يكون مزعج بعض الشيء، لكن إنه مع هاي الوصفة أو مناش نحكي وصفة، هذه خلطة طبيعية. هذه الخلطة الطبيعية يجب أن تكون في كل بيت، لكل إنسان متزوج يجب أن تكون هذه الخلطة في البيت. سيبك من الحبوب اللي بالصيدليات، سيبك من الكلام الفاضي هذا، خليك على الطبيعي. عشان لا تقول لي ضعف انتصاب، لا تقول لي سرعة قذف، لا تقول لي عدم رغبة جنسية، لا تقول لي والله بمرة وبوقف. وكذلك الأمر بالنسبة للسيدات، الجنسي عند الرجال عند السيدات، ضعف في الحيوانات المنوية، لزوجة في الحيوانات المنوية، عدم قدرة على الإنجاب. فخليك معي وشوف هذه الوصفة ما أحلاها، وإن شاء الله إذا كانت المكونات اللي أنت بتشتغل فيها أصلية بتجيب نتيجة مضمونة إن شاء الله. أولاً، أول شيء بلزمنا نجيب كيلو عسل سدر أو عسل جبلي. يعني خليني أنا أكتفي بموضوع اليوم هذا السدر، نصف كيلو من عسل السدر، نصف كيلو من عسل السدر. بعدين عشان نجيب 50 جرام من حبوب اللقاح. هذه حبوب اللقاح، نجيب بما يعادل 50 جرام من حبوب اللقاح. نجيب أيضا مثل ما أنتم شايفين المكونات، 50 جرام من الجينسينج. إن شاء الله كلها بتلقاها عند النحال أو العطار، موجود إن شاء الله. منجيب أيضاً 50 جرام غذاء ملكات. غذاء الملكات معروف غالي جداً، فلو مثلاً اكتفينا ب20 جرام، 15 جرام ممتاز في الخلطة هذه، لحد 15 جرام، 10 جرام يجوز، لحد 10 جرام يجوز. أيضاً منجيب 50 جرام حبة البركة، و50 جرام يانسون حب، كله حب، و50 جرام شومر، حب الشومر أو بسموها في بعض البلدان الحب الحلوة. هذا كله حب ممنوع ينطحن، ماشي يا إخوان؟ هذا كله حب ممنوع ينطحن. منجيب 20 جرام بذور جرجير، وأيضا من عند العطار. ومنجيب أيضا 20 جرام بذور كتان، و20 جرام بذور فجل، ماشي يا اخوان؟ كل هاي المكونات امامكم، بنخلطهن مع بعض في كيلو العسل بدون طحن. لا تطحن مثل ما هن، لا تطحن نهائيا. منجيب عليهن 100 جرام مكسرات، بنخلطهن كاجو، فستق حلبي، توت بري وزبيب. كاجو، فستق حلبي، توت بري وزبيب، بنخلطهن كل هاي المكونات مع كيلو العسل. بكون عندك منتج طبيعي 100%. شوف فوائده العظيمة هذا المنتج. هذا علاج للضعف الجنسي عند الرجال والسيدات، علاج لضعف الانتصاب، البرود الجنسي عند الرجال والسيدات، العقم وعدم القدرة على الإنجاب، تسمين بده يسمن وجهه، بده تسمن حالها، القوة البدنية، مكمل غذائي للجسم، وأيضا لمعالجة النحافة وتقوية شرايين القلب. أضف على ذلك سرعة القذف، الضعف في الحيوانات المنوية، يعني على الفحص حيواناتك المنوية 0 أو مليون، بدنا نرفعها لعشرة مليون، استخدم هذه الوصفة، والله إن شاء الله أنها مجربة وممتازة. أيضا الشبق الجنسي، الشبق الجنسي أنه أحيانا بعد عمر من الزواج بصير العملية الجنسية هذه عملية روتينية كواجب، كأداء واجب فقط مش أكثر، بدون رغبة أكيدة على هذا العمل. مع هذه الخلطة بتصير هناك إن شاء الله الرغبة أكيدة 100%. هذه الوصفة إخواني يعني هذه من المفروض إنك تعملها. لو كل شهر عملت لك كيلو بالطريقة والمكونات اللي إحنا حكينا فيها، وإحرص إنه يكون العسل صح، ما يكون عسل مغشوش من السوق أو ما يكون عسل سكر، ما رح يفيدنا كثير. فبنحرص على العسل السدر الطبيعي أو العسل الجبلي، ونخلط خلطتنا هذه. وهذه سيدي العزيز، هذه ملعقة صباحا على الريق،
وبالليل قبل لا تنام بتاخذ لك ملعقتين. اثناء ما تنوي العلاقة الحميمة بينك وبين الزوجة، لو أخذت أنت ملعقتين وهي ملعقتين، ممتازة جدا، ممتازة جدا إن شاء الله. شكرا لكم، نتمنى أنه فدناكم بشيء في هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.